السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. رح نعمل اليوم أطيب همبرجر بالبيت، تابعوني للأخير مشان تاكلوا أطيب همبرجر بطريقة سهلة وسريعة. لتحضير لحمة الهمبرجر رح نحتاج نص كيلو لحم بقر أو غنم مفروم ويكون مدهن شوي، معلقة كبيرة طعام دبس فليفلة، كأس شرب كعك بطحون، بصلة حجم وسط، وبيضتين، ورح نحتاج كمان معلقة طعام فلفل مشكل. رح نجيب صحن غميق ونحط فيه اللحم المفروم، ورح نضيف له دبس الفلفل، ورح نضيف البصلة. أنا البصلة طحنتها على الماكينة عشان تطلع عندي ناعمة كتير، فيكن تفرموها على ايدكم بس فرم ناعم كتير. ورح نحط البيضتين معهم، ورح نضيف الكعك المطحون والفلفل الأسود، وما ننسى كمان نضيف الملح حسب الرغبة. رح نحرك كل هالمكونات مع بعضها لحتى نحصل على عجينة متماسكة. رح نغطيها ونتركها حوالي ساعة أو ساعتين لحتى تتشرب التوابل. لتحضير الخضار والصلصات اللي رح نستعملها مع الهمبرجر رح نحتاج كاتشب، ورح نحتاج كمان مايو، رح نحتاج خس، أنا عم بستخدم الخس اللي بيستخدموه كمان بالمطاعم، ورح نحتاج مخلل وشرحات جبنة شيدر وكمان بندورة. بالنسبة للبرجر أو السمن اللي راح نستخدمه مع الهمبرجر، هستخدم هذا النوع من السمن متوفر بالليدل، وهو من الطحين الأسمر وعليه كمان بذور الكتان، وكتير صحي وكمان مقطع بالنص وما بيفتفت. قبل ما نبلش بتقطيع البرجر بدنا نجيب صينية ونحط فيها ورق زبدة ونحمي الفرن على 180. بعد ما ريحنا البرجر حوالي ساعة أو ساعتين بدنا نقطعه لكور كبيرة، والحجم الكرة كمان حسب حجم البرجر اللي عندكم، يعني بدكم تشوفوا قدي حجم البرجر، سمنة البرجر ممكن تكون كبيرة أو ممكن تكون صغيرة، بدكم تقطعوا اللحمة على قدها. وبدي أجيب كمان ورق زبدة أحط فيه لحمة البرجر، وبعدين عم بكبسها بالصحن، فيكم كمان تحطوا كياس نايلو وتعملوا نفس الطريقة، وبضل بضغط عليها لبين ما أحصل على السماكة اللي بدي إياها. هلا بدي أعمل حسابي كمان إنه البرجر بتكش شوي بالفرن، فما بدي رققها كتير. هيك صارت عندي سماكتها ممتازة، وبدي احطها على ورق زبدة اللي راح يفوت على الفرن. طبعا في منهم كمان بيقلوا البرجر بالزيت او بحطوها بسخانة الخبز، بس انا لقيت افضل طريقة صحية وتحافظ فيها كمان البرجر على شكله انه ندخلها على الفرن، وانتو فيكن تختاروا كمان الطريقة اللي بتناسبكن. راح اعمل معكن واحدة تانية مشان تشوفوا كيف عملناها. شايفين كيف طريقتها سهلة وسريعة وما بتاخد وقت؟
هيك صار القرص الثاني جاهز. هلا بدنا ندخلهم على الفرن ونتركهم تقريبا 20 دقيقة. هي شكلهم بعد ما تحمصوا الفرن، منظرهم بشهي وريحتهم كمان معبية البيت. هلا رح نبلش بتطبيق البرجر جوات السمنة. مثل ما قلت لكم هذا السمن بيكون مفتوح من النص، بس يا دوبك بالسكينة نرجع نعيد عليه، بس هن بالاساس فاتحينه بالنص. حطينا الكاتشب وهلا عم نحط الخس. مثل ما قلت لكم هذا الخس بيستخدموه بالمطاعم، طعمته كتير طيبة ومنظره كتير حلو بالهمبرجر. هلا بدنا نضيف عليهم المايو. طبعا بالنسبة للمايو والكاتشب انتو فيكن تحطوا الصلصات اللي انتو بتحبوها، في منهم بحبوا يحطوا صلصة ثوم كمان. وهلا حطينا البرجر وحطينا عليه كمان البندورة، وهلا عم نضيف المخلل. فينا كمان نستخدم الهالبينو، كمان بيطلع كتير طيب مع الهمبرجر. وهلا عم نضيف شريحة الجبنة وعم نحط طبقة الهمبرجر الثانية. وهلا فينا نفوتها على الفرن حوالي 10 دقايق مشان تدوب عندي الجبنة وتتحمص البرجر. هلا بدي أعمل معكم وحدة تانية بنفس الطريقة، بس بدي أحط عليها صلصة الجبنة. صلصة الجبنة هي أنا عملتها في البيت، رح أترككم إن شاء الله الطريقة بالفيديوهات القادمة. كمان بتعطي كتير طعمة طيبة للبرجر ومنظرها كمان كتير حلو. هي ما بدها تدخل الفرن لأني هي الجبنة سايحة. أكيد جنب الهمبرجر البطاطا المقلية بتكون كتير طيبة. وهي كانت طريقتنا لليوم بصنع الهمبرجر. بتمنى أنه تعجبكم وبتمنى أنكم تجربوها. وألف صحة وهنا. لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات الوصفات اللي بتحبوا تشوفوها، خاصة بشهر رمضان الكريم لأني جايينا بعد 2 3 أسابيع. وبشوفكم دايما دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.